خمسة، بس هو من في هذا الوقت عنده تسجيل، فقال ممكن يخلي المحاضرة من ثلاثة بدل أربعة أو يوم الجمعة بعد الصلاة إذا أحببتم. فأنتوا تفضلوا إيه؟ من ثلاثة لأربعة، يعني من ثلاثة يعني يوم الحد طبيعي أنتوا جايين، بس بدل ما هيبقى من أربعة هيبقى من ثلاثة، يعني هتيجوا ساعة بدري كمان. تيجوا الشغل بدري زي بعضه في اليوم ده شوي. ها؟ ها؟ لا هيبقى كل اسبوع طبعا، لان انتوا طبيعي يوم الحد هيبقى عندكم بالنسبه للكليه والمعهد، المعهد عنده محاضرات من خمسه طبيعي في اليوم ده، والكليه يوم الحد عندهم المحاضره الثانيه هتبقى الفقه الصوفي للحديث، هيدرسه الدكتور العجم الضمنهوري، والمحاضرة اللي بعديها هتبقى الفقه الصوفي للتفسير أو التفسير الإشاري، هيدرسه الدكتور جودة المهدي، والمحاضرة الأخيرة هتبقى للدكتور علي جمعة، هيبقى الفقه الصوفي للأحكام من 8 ل 9 وربع هيدرسه الدكتور علي جمعة. ده يوم الحد بالنسبة للكلية، وطبعا المعهد أيضا عنده الجدول بتاعه، فأنتوا موجودين طبيعي، يعني يوم الحد المعهد والكلية شغالين. فقلنا نجمع المعهد والكلية في كل السنوات في محاضرة التجويد من الساعة 4 ل 5 وربع، لكن في الوقت ده هيكون طبعا الشيخ أحمد بيقول عنده تسجيل، مش حاولنا نأجل التسجيل ما قدرناش نأجل تسجيله في الإذاعة غير المواعيد، فقلنا طيب مؤقتا نغير احنا مواعيدنا تبقى من 3 ل 4 أو إن أحببتم يوم الجمعة بعد الصلاة. إذا حبيته يبقى يوم الجمعة كمان زيادة يبقى زيادة، مفيش مشكلة، اللي يقدر يجي الجمعة يتابع يبقى كويس، أخليه يجي يومين في الأسبوع. يبقى احنا محاضرتنا إن شاء الله في القرآن تبقى يوم الحد من 3 تبدأ الساعة 3، وبرضو أحاول أخليه يبقى يجي يوم الجمعة كمان بعد الصلاة، بس اللي هيجي يوم الجمعة يقول لي دلوقتي عشان ما يجيش الراجل ما يلاقيش حد مش كويس، فإذا كان حد عنده استعداد يجي يوم الجمعة يبقى يبلغنا يسجل اسمه، السيدات يسجلوا اسمهم مع حد والرجال يسجلوا اسمهم مع حد بالنسبة ليوم الجمعة. ها؟ يوم ايه؟ ما هو ما نقدرش يوم الحد نبدل. الدكتور جودة المهدي بيجي من طنطا، الدكتور علي جمعة يعني كنا احنا ناخد منه الساعة ديت مع ظروفه وانشغاله، يبقى كويس ان هو ادانا الساعة دي من 8 إلى 9، فمش هنقدر يعني مش قادرين نبدل اليوم، لو كنا قادرين كنا بدلناه. خش واقفل زي كنت. طيب نبذة يعني عن المعهد بسرعة، احنا في هذا المعهد، المعهد الدراسات الصوفية زي ما قلنا هو مرحلتين، مرحلة الإجازة العالية ومرحلة الإجازة فوق المتوسطة. اللي بيجيب جيد جدا في الإجازة المتوسطة في سنة تانية بنعمل له امتحان معادلة ويقدر يدخل مرحلة الإجازة العالية. طبعا المعهد بيدرس بصورة أساسية المواد اللي بتدرس في الأزهر، وعلى وجه التحديد مواد كلية الدراسات الإسلامية على أساس، وبمنهج جديد أيضا يختلف شوية عن كلية الدراسات الإسلامية، على أساس ان احنا بنجمع المواد الفقه وأصول الدين واللغة العربية وآدابها والدعوة في منهج واحد. يعني هم في الأزهر في تخصص كلية الشريعة بتركز على المواد الفقهية أكثر، أصول الدين بينقسم قسمين أو ثلاثة، الحديث كقسم والتفسير كقسم والعقيدة والتصوف كقسم، كلية الدعوة بيشتغل في الدعوة والثقافة الإسلامية والخطابة وما إلى ذلك، كلية اللغة العربية وآدابها بيركز على مواد اللغة العربية والأدب والنقد والبلاغة،
والنحو والصرف والعروض والقوافي وما إلى ذلك. فطبعا احنا بنقول ان مش ممكن للطالب او عموما للدارس، احنا بنقول التخصص في المراحل المتقدمة في البداية مش هيكون مجدي اكثر، التخصص لبعد كده للي عاوز يتخصص في الفقه بس او في الحديث او في التفسير او في اللغة وآدابها يتخصص بعد مرحلة الليسانس. لكن قبل مرحلة الليسانس لازم الطالب يلم بكل هذه المواد الإلمام الكافي اللي يجعله قادر بعد ذلك أن يسير وحده أو يتخصص أو يقرأ أو يبحث وحده. يوم النهاردة ما تيجي تقول واحد هيقول لنا الحكم الفقهي في مسألة من مسائل، الحكم الفقهي أنت بتجيبه منين؟ من الكتاب والسنة. يبقى لازم تعرف التفسير ولازم تعرف الحديث. طيب وفي ضوابط، في أصول للدين، يبقى لازم تعرف العقيدة. طب عشان تستنبط هذا الحكم من الكتاب والسنة في ضوابط وكيفيات لاستنباط هذا الحكم يبقى لازم تعرف أصول الفقه إيه. طيب أهم هذه الضوابط اللغة، لأن الكتاب والسنة باللغة العربية كتاب عربي مبين، يبقى لابد لنا من معرفة اللغة العربية وآدابها وقواعدها. فإذا في بداية المراحل الدراسية نرى أنه لا يستغنى، لا يستطيع الدارس أن يستغني عن أن يدرس كل هذه المواد الدراسة التي تؤهله بعد ذلك للتخصص. بعد ما خلص مرحلة الليسانس عاوز يتخصص يبقى يتخصص. فبالتالي أساس الدراسة هي المواد الأزهرية. أيضا الدراسة بتتميز بأن هي بتجمع بين هذه المواد من خلال المراجع الحديثة للأساتذة مع المحافظة على كتب التراث أو المراجع التراثية من خلال ما نسميه الدراسة النصية. يعني الأستاذ بجوار ما يدرسه لك من مرجع حديث كتاب الأستاذ مثلا بيرجع إلى أحد المراجع التراث القديمة ويجيب لك فصل أو باب على سبيل المثال بيشرحه معاك ويدرسه معاك بحيث الطالب يستطيع أن يربط بين القديم والجديد، بين التراث وبين الحداثة. أيضا بالإضافة إلى ذلك مندرك البعد الصوفي لهذه العلوم، البعد الصوفي لهذه المواد، البعد الغيبي لهذه المواد. لأن زي ما بنقول لإخواننا أي شيء مش علم بس، أي شيء في عالم الشهادة ليس إلا ظلال لحقائق في عالم الغيب. والجسد محكوم بالروح والطبيعة بما ورائها والملك بالملكوت والشهادة بالغيب. الأصل هو عالم الملكوت، عالم الحقائق. فإذا لابد من استكنات واستقراء هذه الحقائق اللي بنسميها الناموس الكوني. فإذا هنا نوع جديد من الدراسة يستطيع الدارس أن يربط فيه بين الملك والملكوت، بين المعقول والمنقول، بين الحاضر، بين الشهادة والغيب. ده أيضا يعني جانب آخر من الدراسة. بدي مثلا لإخواننا في الفقه مثلا، أما نيجي نقول في الفقه بدي مثلا مبسط، يعني أول باب بتدرسوه مثلا فقه الطهارة يقول لك كتاب الطهارة. لما نيجي مثلا لكتاب الطهارة فالحديث بيقول الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. فهل بمجرد أنت ما بتغتسل بقى عندك نصف الإيمان؟ لا. إذن هناك معنى أيضا للطهارة أبعد من مجرد الغسل. ما هو هذا المعنى؟ ايه هي المعاني دي وايه احكامها؟ دي غابت كثيرا عن الدراسات الموجودة الان. يبقى لابد ان احنا نتعرف على هذه المعاني وهذه الاحكام. عشان كده السادة الصوفية بيفسر يقول لك بسميه كتاب الطهارة، يقول لك الكتاب هنا هو القلب اللي هو الاساس القلب. يبقى اذا هذا القلب
إذا كان ده الكتاب هو اللي حيكتب فيه كلمات الله سبحانه وتعالى، يعني حيكتب فيه الحقائق، إن لم يكن طاهرا صفحة بيضاء فماذا سيكتب فيه؟ هتكتب فيه إيه؟ ما هو مشغول، ما هو غير طاهر غير نقي، فماذا سيكتب فيه؟ إذن هنا طهارة القلب لها معنى ولها أحكام، وهي أوامر ومطلوبة من الإنسان أيضا، فده أيضا معنى للتصوف في الفقه. أيضا في التفسير اللي هو بنسميه التفسير الإشاري له معنى، في معاني أيضا. طبعا الوقت لا يسمح ان احنا هنستعرض كل هذه الأمور مع بعضها، ويمكن اتكلمنا مع إخواننا القدامى في هذا الأمر من قبل. ده باختصار المنهج. الدراسات الأزهرية أصلا، نمرة 2 الربط بين الدراسات الحديثة وكتب التراث من مراجع، نمرة 3 استكنات البعد الصوفي أو الغيبي لهذه العلوم مجتمعة. من حيث كيفية أو المنهج اللي بنعتمد عليه في الدراسة أيضا، منهج جديد يجمع بين القديم والجديد، يعني اللي ماشي الآن في الدراسات اللي هو بسموه النظام أو المنهج التلقيني اللي قائم على الحفظ، يعني بيجي الأستاذ ويقول اللي عنده والطالب متلقي فقط. لكن أن تبدأ المبادرة من الطالب من الدارس، دي غائبة عموما في الدراسات في العالم الإسلامي والعربي. فجينا لبعض المواد اللي هي مواد الفقه الصوفي للحديث والفقه الصوفي للأحكام والفقه الصوفي للتفسير وما إلى ذلك، وخلينا المبادرة من الطالب، يعني الأستاذ في البداية هيدينا فكرة يعني إيه الفقه الصوفي للأحكام، أو يعني إيه الفقه الصوفي للتفسير، معنى الفقه الصوفي للأحكام إيه، وكلمة فقه أصلا معناها إيه، وهل الفقه يبقى قاصر فقط على ما انتهى إليه الأمر الآن من القصور على الأحكام العملية، ما بقول هو استنباط الأحكام العملية، الفقه ومعناه الأحكام العملية، هل هو فقط الفقه والأحكام العملية فقط الظاهرة الخاصة بقى بالوضوء أو الصلاة أو كذا، ولا الفقه له معنى آخر أعمق من هذا يشمل معاني أحكام الباطن وفقه القلوب والحقائق والعقائد والأخلاق، هل له هذه المعاني أم لا؟ إذن فالأستاذ هيدي فكرة عن معنى الفقه الصوفي وإيه ضوابطه، لأن مش أي حد يقول لك فقه الصوفي وهقول حكم بمزاجه، ده لابد أن له ضوابط، لأن الصوفية وخاصة الأوائل كانوا يتميزون بالالتزام الشديد الدقيق بالكتاب والسنة، كما يقول الإمام الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، ويقول في رواية أخرى إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تقبلوه إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. فإذا مش أي حد هيألف، إذا هذا الفقه له ضوابط، فما هي هذه الضوابط؟ طيب أمثلة لهذا الفقه، بيدينا أمثلة لهذه الأحكام، وبعد ذلك هيطلب بقى من الدارس ان هو يبحث، هيديله نموذج كتب معينة من كتب الفقه الصوفي كنموذج يدرسها ويقراها، يتعلم هو ان يبحث وحده، وبنديله برضو دليل كيف يبحث، وبيقدم لنا تقرير، يقدم تقرير والأستاذ بيناقش فيه مناقشة علنية، تقريرين في العام، واحد في نهاية الترم الأول وواحد في نهاية الترم الثاني، وهذا التقرير له عناصر بيشرحها الأستاذ ويبينها، وأهم هذه العناصر هو أن الدارس من خلال قراءاته يستعرض أهم الإشكالات الفقهية أو المذهبية التي واجهته في هذه الدراسة، إيه هي المشاكل اللي قابلته، وبعدين بيستعرض هذه المشاكل آراء العلماء أو آراء المذاهب فيها إيه، آراء المدارس الفقهية فيها إيه، وبيقول رأيه في الآخر أو بيرجح أي رأي. فطبعا ده نوع جديد، بحيث أن المبادرة بتبدأ من الطالب، ومش طالب منه أنه هو بحث متعمق، هو في مستوى الليسانس لسه، لكن مجرد تقرير
زي بانوراما بيستعرض فيها اللي هو درسه وايه هي فهمه لهذه المواد. ده باختصار الايه المنهج ايضا اللي بنعتمد عليه. اذا كان حد عاوز سؤال تفضل سيادتك. اظن 12 او 13 في المتوسط. ها؟ لانه معهد الدراسات الصوفيه. نعم نعم. نعم كتير. ولكن اقول لسيادتك طبعا في مواد هي في الواقع ماده واحده لكن لها فروع. يعني تقول اربعه تصوفيات تصوف ماده. لكن بما ان المعهد هو معهد للدراسات الصوفيه فلازم اللي هو مواد تصوف فانا لازم اركز على ايه؟ على هذا الجانب الصوفي لان لازم الطالب يبقى عنده حصيله كافيه من هذا الجانب الصوفي. ولكن على سنة. ولكن في نقطة مهمة. أنا النهاردة التصوف عبارة عن العمق لكل هذه المواد. يعني عمق الفقه في النهاية هو الفقه الصوفي. لأن ده النهاية. ها؟ كل آيات القرآن وكذا لعلكم تتقون. لعلكم لعلكم تصلحون. لعلكم تعقلون. هذا الفهم عن الله سبحانه وتعالى والتقوى هي الهدف النهائي هو ده التصوف. طيب اذا كان هذا هو العمق عشان اصل اليه لا يمكن الا من خلال الباب الرئيسي وهو الفقه العام. يبقى لابد ان انا ادرس الفقه اللي هو الايه الفرشة الاساسية القاعدة الاساسية اللي هنطلق منها. ازاي حصل للعمق بدون ما ادخل من الباب الرئيسي؟ يبقى لابد اذا ان انا ادرس ايضا الفقه وادرس الحديث وادرس التفسير واللغة وآدابها وقواعدها عشان من خلال هذه الدراسة أصل إلى إيه؟ إلى هذا الفهم العميق لهذه العلوم. لكن كل شيء ده العلم لكن العمل شيء آخر والسلوك مسألة وقضية أخرى. لكن احنا منقدم اللي هو ممكن نشترك فيه جميعا كما قال السادة الصوفية العلم مطالب تأتلف والذكر مشارب تختلف. يبقى بقى إيه؟ السلوك والمعاملة والمجاهدة وتطبيق هذا العلم في حياتي دي مسألة قضية أخرى. كما قلنا أو زي ما جه في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس هلكة. ودائما أكرر هذا الحديث لإخواننا وأخواتنا الناس هلكة إلا العالمون. يبقى لابد لنا من العلم. والعالمون هلكة إلا العاملون. يبقى لابد لنا من العمل. والعاملون هلك إلا المخلصون. يبقى لابد من تحقيق الإخلاص. والمخلصون على خطر عظيم. يبقى المسألة مش فوضى بقى محتاجة سلوك ومحتاجة دقة ومحتاجة بقى طالما إذا كان المخلصون على خطر عظيم يبقى لابد إذن من إيه؟ من يعني إن أنا أتبين الطريق كما يجب. فده العلم وهذا العمل والإخلاص والطريق إلى الله دي قضية أخرى. أي سؤال؟ تفضل. مدى ارتباط الدراسة كعلم بالتطبيق؟ العلاقة يعني بين العلم وبين التطبيق. هو اساسا احنا بنقول الناس هلك الا العالمون والعالمون هلك الا العاملون. فشرط العلم شرط العمل العلم لانه لا يعبد الله سبحانه وتعالى الا بما شرع. فلا بد من العلم بما شرع. فانت بتعلم اولا هذا العلم عند التطبيق هناك سبل للتطبيق مدارس للتطبيق كما أن هناك مدارس في الفهم عن الله سبحانه وتعالى في الفقه مثلا كما دارس الفقه المالكي المذهب المالكي أو المذهب الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي أو مذهب الليث بن سعد أو الإمام الثوري أو الأوزاعي أو غيره. هذه مدارس مناهج سبل
للفهم عن الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحيط أحدا بعلمه أبدا إلا بما شاء. فهذه مدارس للفهم، وكما أن هناك مدارس لفهم كلام الله في التفسير، مدارس في التفسير ومناهج للتفسير موجودة. مناهج التفسير زي مثلا التفسير القرآن بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة، أو تفسير القرآن باللغة بالحديث، تفسير القرآن اللي هو زي ما بقوله التفسير الإشاري، التفسير الصوفي، التفسير العلمي إلى آخره. هذه مدارس أيضا لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك مدارس في الحديث، وهناك مدارس في العقيدة زي مدرسة المتكلمين ومدرسة مثلا المحدثين، هذه أيضا مدارس في فهم العقيدة. فأيضا هناك مدارس للسلوك، مدارس السلوك هو التطبيق، هذه مشارب كما قلنا، والذكر مشارب تختلف، هذه أمر يتعلق بك، اللي عاوز يسلك حسب هذا المشرب أو حسب هذا المشرب فهو حر، واخد بال حضرتك؟ إيه كما يقولون يعني إيه في الأقوال السادة الصوفية، طريق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد. مهما تعددت السبل، طالما أنها في سبيل الكتاب والسنة، طالما أنها مقيدة بالكتاب والسنة، مهما تعددت واختلفت فهي طريق واحد يؤدي إلى المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فأنت لك أن تختار الطريق الذي تريد أن تختاره. تفضل. يعني الدكتور موسى بيقول ان يعني عاوزين نوضح نقطة، ان البعض بيعتقد ان لابد لكي يتلقى هذا العلم ان يكون على يد شيخ معين او كذا، او ارتباط بشيخ او كذا. هو طبعا تلقي العلم او السلوك، مش السلوك بس، على يد شيخ امر مستحب ومفضل، ما بنقولش واجب لكن نقول مستحب ومفضل. لكن في السلوك يكون الأفضلية ربما أكثر إلحاحا في السلوك بالذات، لكن في العلم ممكن أتلقى على يد عالم هو مفضل وأكثر إلحاحا أيضا وملح في العلم، ولكن يمكن أن تتلقى العلم من أكثر من شيخ، كما نتلقاه الآن الفقه من أساتذة، والتفسير من أستاذ مختلف، والحديث من أستاذ آخر، والتصوف من أستاذ ثالث. لكن السلوك ما ينفعش فيه أكتر من شيخ، ما ينفعش فيه أكتر من عالم. ليه؟ لأن السلوك تجربة عملية، زي الطبيب لا تستطيع أن تذهب إلى أكثر من طبيب لمرض واحد في نفس الوقت. انا عندي مرض معين اروح للدكتور ده يديني دواء، وبعدين اجريح لدكتور تاني عشان ما عندي الثقة في هذا الطبيب، بعدها اجريح دكتور تاني ويديني دواء تاني، وبعدين ارجع اسيب واحد دكتور تالت يديني دواء تالت، وتتعارض هذه الادوية فيؤدي الى نتيجة عكسية. لكن في الطريق او في السلوك يبقى الانسان بيختار شيخ واحد بس يسلك عليه. تتلقى العلم كما تشاء، العلم مطالب تأتلف، يعني كلنا نتفق على ان احنا ناخذ علم من اكثر من واحد. الامام الشافعي كان له، او مالك على ما اتذكر من منهم، كان له اكثر من 900 شيخ، وثابت الادلة كثيرة عن تعدد المشايخ في تلقي العلم. لكن في السلوك يجب الاقتصار على شيخ واحد، لان الشيخ في السلوك كطبيب للإنسان، فيجب الاقتصار على شيخ واحد. من هو دي قضية أخرى أثناء الدراسة نبقى نستوضحها مع بعض، لكن باختصار زي ما بقول سيدنا الشيخ ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه، سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. قضية أخرى نشرحها بعدين إن شاء الله.
الأستاذ. حاضر. نعم. الكتب هو طبعا زي ما قلت لسيادتك كل أستاذ بالنسبة للكلية بالذات هيبقى المنهج بتاعه أو الكتاب بتاعه حسب المنهج. يعني مثلا في الكلية سنة أولى بيدرس فقه العبادات، سنة تانية فقه الأسرة، سنة تالتة فقه المعاملات، سنة رابعة مثلا فقه الجنايات والقضايا المعاصرة والحدود وما إلى ذلك والنواحي الإدارية والسياسية وكذا والعلاقات الدولية، من هذه من ضمن الفقه بالإضافة إلى القضايا المعاصرة. فالأستاذ عنده كتابه بالإضافة إلى أنه هيبقى فيه من كتب التراث مرجع معين هيقول لنا عليه، هيقول لكم عليه، هيبقى مجرد فصل أو باب صغير عشان تتدرب كيف تقرأ كتب التراث وكيف تبحث فيها عشان تربط بين الحاضر والماضي بين الحديث والقديم. الأستاذ هيقول الكتاب، وفي الحالة دي ممكن هنا إدارة المعهد مثلا عشان ما يروحش كل واحد يجيب كتاب غالي من مكتبة بنقول الأستاذ يجيب لنا الكتب بسعر المكتبة وبيوزعوه على الطلاب، بيبقى في واحد ممكن يحجز هنا من إدارة المعهد يحجز للدارسين اللي هم عاوزين يحجزوا من الكتب. تفضل يا ست الحاج. عفوا في واحدة. هو طبعا في النهاية كلها طرق موصلة لله سبحانه وتعالى، يعني منهم من يصل بالعلم، يعني العلم هو طريق موصل اسمه العلم بالله، العلم طريق موصل لله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم، العلم موصل لله سبحانه وتعالى، طريق للوصول إلى الله، وليس هناك أشرف من العلم. والسلوك هو نوع من العلم أيضا، يعني السلوك لابد أن يكون على علم. ما هو السلوك؟ هو تطبيق لهذا العلم. إذن العلم علمان، علمين، يعني علم نظري مكتسب اللي هو أنا بقراه في الكتاب، وعلم تحقيق، تحقيق لهذا النظر، تحقيق لهذا السلوك اللي هو السلوك بقى اللي هو الطريق. بمعنى مثل بسيط، لما سألوا واحد من كبار المشايخ متذكر سيدنا ذنون المصري بيقولوا له ما التوكل؟ قال كان حقيقة ثم أصبح الآن علما. كان حقيقة يعني كانت الناس بفطرتها متوكلة على الله، بطبيعته متوكل، أصبح الآن علما، يعني فقدنا التوكل في سلوكنا وأصبحنا مش عارفين يعني إيه التوكل، فبنحتاج إن احنا نتعلمه. وبعد ما بتعلمه وقول لي ما هو التوكل، يقوم يقول لي إيه؟ من خلال صحبتي أو تطبيقي لهذا السلوك مع شيخ معين يوجهني كيف أكون متوكل، أبذل جهد عشان أكون كيف أكون متوكلا. يعني مثلا الصدق، يقولوا الصدق ايه؟ كان زمان الناس بطبيعتها بالفطرة صادقي، بطبيعته صادق. انا بتكلم عن الصدق الان زي ما بقول لاخواننا بلساني، لكن بين الصدق وبين هنا قد ايه؟ الاف الاميال. بين الصدق في القلب والصدق في اللسان الاف الاميال. اين انا من الصدق؟ اذا كان حقيقة تخرج من القلب ما استودع في غيب السرائر ظهر على شهادة الجوارح، بيظهر لوحده اللي كان موجود في القلب. الله أكبر الله أكبر.